السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناه نمتو 21 تي في. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم معايا مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله وصفتنا من الاطباق التقليديه المغربيه 100%، اللي هي الباستيله ديال الدجاج واللوز اللي ما كتخطاناش في اغلب المناسبات. اليوم ان شاء الله غنحضرها لضيوف عزاز عليا مع جميع الاسرار والتفاصيل باش تجيكم مقرمشه ومعلكه. خليكم حتى نهايه الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وكما العاده فرجه ممتعه. هنحتاج في المقادير على بركه الله، عندي هنايا 2.5 كيلو ديال الصدر ديال الجداد. انا استعملت هنايا غير الصدر ديال الجداد، تقدر تستعملوا جدادة من وزن 2.5 كيلو وتقطعوها طريفات، هنا كيبقى لكم كامل الاختيار. انا اكتفيت غير بصدر ديال الجداد. عندي هنايا 2 كيلو ديال البصلة المشلضة كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقة. هذه غنحتاجوا زيت نباتية، عندي هنايا قبطة ديال المعدنوس اللي مقطعة، غنحتاجوا الملحة، غنحتاجوا معلقة كبيرة عامرة ديال السكنجبير، 2 العويدات ديال القرفة، 1 المعلقة صغيرة عامرة ديال الفلفل الأسود اللي يبزر، 1 المعلقة صغيرة عامرة ديال الخرقوم. عندي هنايا 1 ضامة ديال الزعفران، اللي توفر على الزعفران شعرة يستعمل الزعفران شعرة. وعندي هنايا 1 المعلقة كبيرة عامرة ديال السمن. دابا أول حاجة كنبداو بها كناخدو ديك العطرية كاملة كنخوبها فوق داك الصدر ديال الجداد. هنا تقدرو تضيفو شوية ديال الماء أولا تكتفيو بهاد الطريقة كيما عملت أنايا. صافي، هنايا غنحاول ندخل ديك العطريه كامله في ديك الصدر ديال الجداد. هنا ماشي بالضروري يعني نرقدو الصدر ديال الجداد، يعني ماشي بالضروري. صافي، غنحاول ندخل ديك العطريه كامله في ديك الصدر ديال الجداد كما كتشوفوا. غنزيد هنايا الملح القياس اللي غادي يكفيني. غنزيد هنايا ديك البصله، غنزيد هنايا قبطه ديال المعدنوس. انا هنايا بالنسبه لي المعدنوس كنقطعو يعني كنقصو صغير هكذايا، تقدروا يعني اللي ما بغاش يقدروا يستعملوا الربيطه، انا كنفضل يعني نقطعو هكذا بهذه الطريقه هذه. صافي، هنايا نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضهم. هنايا بالنسبه للبصله ضروري ما تكثروا البصله باش كتجي العقده ديالنا واقفه ومعلكه. صافي، غنضيف هنايا واحد الرابطه صغيره ديال القزبر، وهذا سر من الاسرار باش كتجي الباستيلا لذيذه. غنزيد هنايا دوك 2 العويدات ديال القرفه، وغنزيد شويه ديال المسكه الحره. وغنزيد واحد الكميه لا باس بها من الزيت النباتيه، ضروري ما تكثروا من الزيت النباتيه باش كتجي الباستيلا ملدمه. صافي، غنخلي هاد المكونات يطيبوا، ما غنزيد لا ما لا حتى شي حاجه لان البصله هي اللي غتطلق لي الماء، ونطلقهم ان شاء الله. المهم دابا غندوزو للمرحله باش نخليو اللوز. بالنسبه للوز عندي هنايا 500 غرام ديال اللوز، انا هنايا سلقته الليله كامله وخليته حتى ينشف تماما. دابا غندوزو ان شاء الله باش نقليوه. المهم كنستعمل زيت بارد، ما كاينش زيت سخونه. المهم هنايا نقصو على العافية، تكون العافية منقوصة. انتما هيدا كتقلبو فيه حتى كيعطينا كنحصلو على واحد اللون ذهبي
باش كيجي في المذاق ديالو في الماكله ديالو كيجي مقنمش مزيان. المهم كنستمروا هكذا باش كنحصلوا على واحد اللون كامل في حباتو. صافي هنايا من بعد ما تحمر اللون رجع على اللون الذهبي تما مباشرة نصفيوه. نخليه حتى يبرد تماما عاد غنطحنوه. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا الدجاج ديالنا طايب. هنايا ما زدنا له حتى نقطه ديال الماء لان داك البصله كانت كافيه باش تطلق داك الماء ديالها. هنايا غنحاولوا نحيدوا داك الجداد بوحدو. هنايا ما تكونوا كتحيدوا الجداد اذا طلعتكم معاه البصله حاولوا تحيدوا داك البصله ورجعوها يعني في الطنجره. صافي هنايا مباشره من بعد ما حيد داك السته ديال الجداد كامل دابا مباشره غنزيد هنايا واحد جوج معالق كبار ديال الزبده وغنزيد واحد معلقه كبيره عامره ديال القرفه وغنزيد هنايا واحد الكاس لاروب ديال السكر. بالنسبه هنايا للحلاوه هنايا كيبقى لكم كامل الاختيار. اللي كيبغيها تجي حلوه بزاف غيكثر من السكر واللي ما كيبغيهاش حلوه كينقص من السكر. هنا كيبقى لكم كامل الاختيار. انا شخصيا ما كنفضلش تكون حلوه بزاف باش ما تغلبش داك الحلاوه على الطيبه ديال الدجاج واللوز باش ما كتقهمش الواحد. صافي هنايا ما غنغطيوش على الطنجره غنخليوها يعني ديك البصله حتى تعقد وتفصل الزيت على البصله وساعه ساعه بقاو نحركو. صافي هنايا مباشره من بعد ما كتعقد ديك البصله غنحتاجو هنايا 8 ديال البيضات. هنايا ضروري ما تخلطوا داك البيضات يعني ما تستعملوهمش صحاحين ضروري ما تخلطوهم. هنايا غنضيفهم على داك البصله. في هذه المرحله هذه ضروري من العافيه ما تكون مجهده ومع التحريك طبعا المستمر باش ديك البيضات ما كيطلقوش الماء ديالهم عليها كنجهدوا العافيه يعني ضروري تكون مجهده. صافي هنايا عمق نخلط مزيان كما قلت لكم مع التحريك المستمر طبعا. هنايا ما تخافوش من البيضات تطلقوا الزفوريه ديالهم طبعا الا غلبتوا البيضات على البصله وطبعا غتجي زفوريه. اما اذا يعني عملتوا القياس هو هذاك فاكيد ما غتجي لكم لا زفوريه لا حتى شي حاجه. صافي هنايا عمق نخلط داك البيضات. هنايا بالنسبه في هذه المرحله هذه اللي توفر على ديك الساشي ديال زهره البرتقال فغزيدو في هذه المرحله هذه. بالنسبه اللي ما توفرش عليه غزيد جوج معالق كبار ديال الماء زهر ولكن ماشي في هذه المرحله هذه حتى نطفيو على البصله عاد غنزيدو جوج معالق كبار ديال الماء زهر. انا للاسف ما جبرتش ديك زهره البرتقال الساشي ديال زهره البرتقال في المحلات اللي حدايا فلهذا غنزيد جوج معالق كبار ديال الماء زهر ولكن حتى نطفي على البصله ماشي في هذه المرحله هذه. هنايا من بعد ما برد الجداد صافي مباشره بديت كنقطع فيه كيف ما كتشوفوا يعني حتى يبرد. صافي تقريبا جميع المكونات عندي كامل وجده. البصله ديالي ها هي لين تنشف. صافي اللوز حتى هو برد.
صافي غنستمر هكذا حتى يعني نسالي داك الكميه ديال الجداد كامله. ساعه ساعه طلعوا على البصله حركوها ما تنساوهاش باش ما تتحرقش معاكم. صافي هنايا مباشره من بعد ما كنشف البصله صافي انا طفيت عليها الغاز. هنايا في هذه المرحله غنزيد لها جوج معالق كبار ديال المزهر، يعني المزهر كنضيفوه في هذه المرحله هذه، ما تضيفوهش وهي البصله يعني باقا كطيب فوق الغاز، لان يعني اذا زدتوها قبل فهاديك المزهر كيطلقنا المروريه ديالو فغيخيبنا الباستيلا، ولهذا حتى كتنشف البصله تماما وكنطفيو عليها الغاز عاد كنزيدوا لها جوج معالق كبار ديال المزهر. صافي هنايا غنحاول داك البصله نعملها فواحد الشبكه باش كطلق لي داك الليدام ديالها وداك الزيت اللي كيكون باقي فيها، وداك الزيت حتى هو غنحتاجوه في الباستيلا ما غنرميوهش. صافي هنايا دابا تقريبا يعني عندي جميع المكونات عندي واجدين. البصله كيف ما كتشوفوا عملتها فواحد الشبكه كتقطر، هنايا غنطحن هاد اللوز ونطلقوا ان شاء الله باش نلويو الباستيلا مع بعضنا. صافي هنايا دابا اللوز ديالنا غنزيدو له هنايا، انا عندي هنا جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي، جوج سكر سميد سكر كلاص. هنا الحلاوه كتبقى على حساب الذوق، يعني اذا كتبغيوها حلوه بزاف زيدوا كثر على السكر. عندي هنايا واحد معلقه كبيره ديال القرفه، هنايا غنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضهم. هنايا بالنسبه لللوز كنطحنوه كيجي مدرشش كيف ما كتشوفوا، ما كيجيش ديك غليط بزاف في نفس الوقت، ماشي طحنوه حتى يعني تعجنوه بين وبين. نخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضهم. صافي هنايا مباشره من بعد ما نسجموا المكونات مع بعضهم، هنايا كناخذوا داك الليدام اللي بقى لنا واللي صفيناه من البصله هنايا كنزيدوه هنا اللوز. هذه الطريقه هذه كتغير الطعم واللوغو ديال الباستيلا وكتعطيها واحد المذاق فريمون روعه في المذاق. جربوها على الضمانه ديالي. فانا ما كنضيفش العسل في اللوز لان العسل ما كندخل الباستيلا للفران، داك العسل كيقصح لنا داك اللوز وكيجي مفتت. اذا ضفتوا هاد الليدام اللي شاتنا من البصله ففريمون كيجي داك اللوز معلك وكيجي فازك، كيعطيها واحد الطعم فريمون روعه في المذاق. صافي هنايا غنحاول نخلط داك المكونات مزيان مع بعضهم. وهنايا بالنسبه لداك الليدام اللي غادي يشيط فهو غنمنطو به الباستيلا. صافي دابا مباشره غندوزو باش نلوو الباستيلا. صافي هنايا كناخذ واحد الصينيه اللي كتدخل الفران كندهنوها بشويه كندهنوها مهم بالزيت مزيان. هنايا كناخذ الزبده والزيت اللي ذوبناها، كناخذ هنايا حتى ديك القنه ديك الليدام اللي شاطنا من البصله حتى هو غنستعملوه. صافي هنايا غنحاول ندهى الورقه ديالي مزيان بخليط الزيت والزبده وعمدا نستف الورقه هنايا في الصينيه. هنايا تقدروا تستعملوا الورقه ديال الفيلو حتى هي كتجي في الباستيلا كتجي روعه، انا استعملت الورقه عاديه. هنا كيبقى لكم كامل الاختيار، استعملوا اي ورقه اللي كتفضلوا. صافي هنايا نحاول نستف داك الورقه فوق الصينيه. هنايا تقدروا يعني حتى دهن الورقه كامله بالزيت والزبده عاد تبداو تستفوها في الصينيه. هنا المهم كل واحد الطريقه اللي كتجي سهله يستعملها. صافي غنستمر هكذا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا.
هنايا كناخدو ديك ليدام، نحاولو ندهنو ديك الورقة ديال الباستيلا. فريمون هاد المرحلة هادي كتعطيني الباستيلا واحد الطعم لا فريمون غزال. صافي ضروري ما تدهنو الورقة ديالكم مزيان. المهم كتشوفو اذا كان باقي خصكم ورقة كتزيدوها. صافي دابا مباشره كناخذو داك الجداد، هنايا كيكون هو المرحله الاولى. وهنايا ضروري ما تكونوا كدوزعوا داك الخليط، حاولوا توزعوه في الجناب ضروري، يعني وزعوه في طبقه متساويه، لان الواحد ملي كيبدا ياكل اول حاجه كيبدا بها كيبدا من داك الجنب هو الاولي، وضروري خصها تكون عامره، يعني بجميع يعني في الصينيه كامله، يعني خصها تكون باستيلا معمره كامله، ما تكونش غير من الوسط. صافي حاولوا نوزعوها بطريقه متساويه، ضروري ركزوا على الجناب. صافي هنايا الحين كنقادو ديك الطبقه الاولية، دابا مباشره غنزيدو هنايا ديك العقده ديال البصله، كيف ما كتشوفوا جات معلكه، تقدروا تاكلوها غير هكذا كتجي لذيذه بزاف. صافي هنايا حتى هي هنايا نحاول نوزع الطبقه متساويه. والله غير هي بوحدها ديك البصله هكاك معلكه، والله العظيم كتشهي. ما قلت لكم تقدروا تاكلوها غير هي غير بوحدها هكذاك، ما تشبعوش منها، وما كتجيش فيها بتاتا الريحه ديال الزفوليه مره ديال البيض. صافي هنايا يعني نحاول نوزع. دابا مباشرة غنزيد هنايا اللوز، حتى هو كيجي معلك، ما كيجيش داك اللوز كما كنقطعوا الباستيلا ديالنا كيتفتت اللوز في جهة والمكونات اخرين في جهة، بالعكس كيجي شاد في راسو، كيجي معلك، كيجي غزال في المذاق ديالو. صافي هنايا حتى هو نحاول نوزعو كامل. صافي مباشره من بعد ما سرينا جميع المكونات، دابا مباشره غنبداو نلوف في الباستيلا. كيف ما كتشوفوا صافي كنبداو نجمعوا في داك الورقه، طبعا بقاو حنا كنجمعوا هنا كندهنوا بالزيت والزبده. صافي هنايا عمدو كما كتشوفوا، يعني عمدو بحال اللي كنلمطو. صافي عمدو نلويو في الباستيلا ديالنا. هنايا ما تخافوش يعني تقطع معكم الورقه، واخا تقطع معكم الورقه غير كملوا، يعني ما تخافوا حتى شي حاجه.
صافي غنستمر هكذا بهذه الطريقه هذه، وانا كنلمط في ديك الباستيلا. انا ما قطعت معكم حتى شي فيديو باش تشوفوني كيفاش كنعملها بالضبط. المهم غنستمر هكذا حتى نلويها كامله. كنخشي داك الورقه هكاك في الجناب على الطريقه اللي كنلمطو تماما. طبعا الورقه ديالنا ضروري ما دهنوها بخليط الزيت والزبده. انا كنلمط وانا فحال اللي كنقرصها كنضغط عليها. صافي هنايا تقدوها مزيان، حاولوا تضغطوا عليها كما خصكم باش تنقاد تبعتها. هنايا بالنسبه اللي غيستعمل ورقه الفيلو، هنايا ما يدهنش الورقه ديالو بالبيضه، انا استعملت ورقه عاديه فلهذا غندهن باستيلا بالبيضه. هنايا عند الفران كيسخن على درجه حراره مرتفعه، غندخل باستيلا ديالي وغنقص من الفران على نار مهيله، غنعدلها في وسط الفران وغنخليها تطيب على خطره، تاخذنا بين ساعه ولا ساعه وشي حاجه. صافي كتخليوها يعني على نار مهيله حتى كتحمر وكتجي فيها اللون واحد وكتجي مقرمشه، لان ضربتو تمره في الاول ولهذا في الطياب يعني ضروري خصكم حتى هو تعطيوه حقه. وصافي انا غندخلها الفران ونتقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الباستيلا ديال التداد واللوز اللي حضرت معكم اليوم. هنا للاسف المقطع اللي خرجته من الفران وانا كنزوق فيها، للاسف كنت كنصور فاكتشفت بلي ما كنتش كنصور، ماشي تنسجل جبرت راسي ما كنتش كنصور للاسف. المهم انا زوقتها بهذه الطريقه هذه، يعني طريقه سهله كما كتشوفوا. هنايا كل واحد طبعا يزوق ويبدع بالطريقه ديالو ويبتكر، اهم حاجه هي المذاق، شي حاجه اخرى يعني كل واحد يبدع فيها بالطريقه ديالو. نقطع هنايا معكم واحد الطرف تشوفوا كيفاش كتجي. كنتمنى يكون عطيت جميع الاسرار يعني وحضرتها بطريقه يعني مبسطه باش سواء للمبتدئات ولا يعني اي واحد يقدر يوجدها وتحمل الوجه ديالو مع طبعا حبابه وعائلته وضيافه. الورقه ديالها فريمون كتجي مقرمشه. انا هنايا خدت لي في الفران تقريبا شي جوج ساعات هكذا لاني طيبت على نار مهيله كما قلت لكم. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كتجي لذيذه بزاف، ولا غير جربوها على الضمانه ديالي ما تشبعوش منها. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو كما العاده ما تنساوش تخليوا لي لايك وتخليوا لي تعليق من التعاليق الزوينه ديالكم، وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعلموا الفائده. والى اللقاء مع فيديو وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.